الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التضوع مثنى مثنى. إلى حالي درسي وحقوق ازدامرها جري نسخة قار انت ورواوة سعني مرك الله صباح بابكاس. ما جاء في التضوع سنة صلاة الله سنة سنة أيو أما صلاة سنة تكشد هيدو وحي قصار وراء إن لو تكذا مثنى مثنى لبا لبا رق عدود وما كي لبا رق عدود اللي تكذا لصلاة ما نقصده. تضوع عاسي مصنفك الإمام البخاري أكتيس فرق كمالها بين صلاة النهار وصلاة الليل هديها بينتها هديها مالنتها وأسكمت اختيار الإمام البخاري واسداس أنا صلاة الليل يا صلاة النهار بأيتها مثنى مثنى. حديث بان قصة أروري صلاة الليل حديث عبد الله بن عمر حري وحان سوق هذا الني صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي وترا أو فليوتر هدو حكيم والصبح كبق وترا تكذو مثنى مثنى هو تكذو. وعن صوي شعري إلي جرت الرواية كالي أو صلاة الليل والنهار سلاس اسكر راعي رواية علي البارقي ننك لي لهذا علمتنا اسكو هيان رواية زيادة أيضا وقال إليه زيادة واشات وحين خلافه يساوحي أي جمهور المحدثين أما الروايات كاسي أكثر كي أحفظ كاه أي لا يماذين بخلاف صمته مركا شذوذ بيكوحن بارين نشاتها هاي. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحبليه هاي معناها بين إسقمنين إن حديث عبد الله بن عمر لغدر والنهار محايا إله دليل هذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح باي مانس فإذا خشي أحدكم الصبح هذو الصبح كب كب كعب صدوه إنه واقع قد الله وحلا قصوا هذا لا يمرك هبين إنه يتاي بسة أي أنت الدم كوا فقيسة لكن هذا ما علمت هاي يا هبين فإذا خشي ماشي كم جرت اسمع قبنا يسبوله قارع علماء كبيرة وحيلين مايا زيادة ويان ابن حجر ابن صلاح يو وحي قبان إن إيتا زيادة زيادة ثقة مقبولة قبان مخالفة إن إيتا مخالفة منافية أي شذوذ كوكوي ماذا ما أهل بر رواية إس خلاف تقدمان إنو خلاف قاعد باتلية مخالفة هديتا مخالفة أن أنفنين رواية كلا أن أنفنين وزيادة إن إيتا زيادة ثقة مقبولة بليل وركس أن مودا الإمام البخاري رحمه الله مذهب كيس إنه قاطي أو رجحي أو دورتي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى سيدة صوصة عطارك دونت ويذكر وحال غشة ذلك الرنكاس إن مثنى مثنى صلاة الليل تكن لبلب عن عمار عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبي ذر أبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وجابر بن الزيد وتابعي أسوه أبو الشعثاء جابر بن الزيد وعكرمة سبن وتابعي والزهري وتابعي رضي الله عنهم كوحدة الصحابة يتابعين تبصيلها سيكوتاكين أي وريير ولقصوا النقلي إن أي صلاة تهي مثنى مثنى وحان كجرين هدي صلاة الليل كاسي وتركي أي كجرت أو وتركي يشفعي لسلت كرائي ولسو قبرائي وحال الله يمان كرا أكثر من ثلاثة سدح رق عضوط يكبر ما لسو قبر كرائي وتر وينيت سدح رق عضوط شن رق عضوض تدبر رق عضوض سقال رق عضوض ولا سوق بنكره هل المرأة ولا ولد تكن كره لكن حانري سقال رق عضوض هاي تهاي وحاشرد يا إن لبت الشهود إلى لبت تحيات رق عضوض سديادات ولا تحيات سن تسقال عضوض ولا تحيات ريا أنت كلاسر وحاول هذا تحياتي سلام نفسي لكن صلاة هذه صلاة شفعية تهاي إن لبر رق عضوض كبر على سوق قبته أفر رق عضوض وكره لسوق قبته لسنت كذو تاس أيال الديدي أيو كهلا يا أو إن لبلا بلا كلا قاط قاضو أيا للربا قارهان هديت صلاة الليل رواية والنهار هذا كده الرنا
صلاة النهار أيضا سيدو كلويان أيضا سيدو كلويان. نعم. وقال يحيى بن سعيد الأنساري، يحيى بن سعيد الأنساري وتابعي من أوساط التابعين بكمديه، عصام الري حديث بدل الوحي حديث كوه الري إنما الأعمال بالنيات، يا سنة كيسة وحاكو جرتي ميغا تابعي، يا كم تابعي؟ سدح تابعي وكو جرت سدح ذا تابعي وحيها هايين مذ وحوها صغار التابعين، من وحوها أوصاد التابعين، من وحوها كبار التابعين بها. يحيى أنا مركز صغار كالوطرياء محمد بن إبراهيم التيمين وحالوطرياء أوصاد علقمة بن أبي وقاص الليثنا كبار مرك يحيى بن سعيد كان وحوليه من صغار التابعين وأوصاد ما يهي. ما أدركت ما سوقاني فقهاء أرضنا نلكي أن جوغني ومدينة أرضنا أن نظفق هذه جوغتي إلا يسلمون ويسلامن نقصن جيرين في كل اثنتين لمرك عضو مر الله لمرك يتكذان من النهار مالنتيا اسكبها فهبين كي حتى مالنتي مرك يتكذان يعني لمرك عضو مرك يتكذان ويسلامن نقصن جيرين. فقهاء أرضنا مركوري هينا وحاسوق لا يا كبار الصحابة كبار التابعين يا وصاد التابعين سعيد بن المسيب لا كل مي صغار الصحابة أنا أنس بن مالك بقول لك المي يحيى بن سعيد الأنساري صحابة أنا وسوق قاري اللي هو بتابعي تابع دين اللي رواني صحابي سوق قاري هدو يري هنا إن جرى صحابة كم هو سوق قاري هدو دحد حد يا كوح صحابة هدو بدري نوي يا سعيد بن المسيب وقال لك قار بدريين تبو سوق قاري مركا تابعين تي يا صحابة دي وجه سوق قاري وحي سلامنا خسنجرين في كل اثنتين من النهار لبرك عضوت مر الله على مركي تكذان با وتعالى سنجر وسلام نقص سنجرين تزوليه اختيار كمرك إمام البخاري وكس وحود دورتي إن هبين يمالين با لبرك عضوت أولا تكذو ولو سلام نقص دو هدينا وترهين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن عبد الله بن عمر بن الحرام السلمي صحابي بن السحابي قال جابر وحجري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحجري يعلمنا كين نباره الاستخارة تبو نبريج استخارة إن خير الأمرين لبدا أمر اسكوها يسوبتك خير كبدا وربك وافجيه في الأمور أمورته أمورته إن الله استخارة هذا وشيء خير كالله الله قبر يأينك وافجيه النبي عليه الصلاة والسلام صحابة برجل سيد الله ويديست الله كما سيد الله يعلمنا نبرة الصورة صورة من القرآن كم إذا أهمية القرآن كوالا إزبرا ودقرميسا يا النبي عليه الصلاة والسلام إلا يردتك قارسي سيد الله سوكروه ونبي أبر رجل استخارة ذرا هذه يعني أرينك قبصته إشكال لأو كي ميضا وشيء عصقا وكوكا للرجحنا وإيو تجارة ويان محوها سفر أصفر ربطه ويمال وحاوي زواج يجورسي أدربتنا جورسته أرماها صدموي قف كاديس كو قبطه ما سبع إسلام سوا كتكتا ما حاسة سما سما سوا حاس مكاسة تكتا مزكاة وحو أمر جل النبي عليه السلام من استخارة ضم يقول وحو النبي ديت عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم حكينا دو هميه أو تردد كاس قلبي سوحا كو صدعه بالأمر أمر أمر هدو هميه سمارت وهل أمر استخارة والبابا هل أمر بيلاده إن أنت طلب العلم إيو زغور شيء إيو تجارة إيو سفر ميل هبل أدرسه أنت أس سكو كهيسا إن أترى هذا أفرط شيء بان هل رقعد لبرق عدو تكري تسمعها مشروع والبابا صلاة ده ده لذا هذا مسألة ذا كوساب سفرت أوتوك برينا هذا مسألة كلا هذا أوتوك مركب في الأمر وي بالأمر هل أمره فليركع كذا بودي تنبي ورقعتين لبرق عدوت من غير الفريضة أن فرض هين صلاة العشاء هذه مركز تكذب عن استخارة النيوان مايا وإن فرض كو قاري هاي سنة استخارة لإراءة تكتبرك رقعتي الاستخارة وأنا فرض وحانا هين السنة قارو مستقلة وي تحية المسجد كأوكلة تداخل باكر لحية وهدي أعضل برق عضو تكتر ويكا السيحة وقارة هدي صلاة فرض اللي تكرى أعضلق بسطرة تحية دي واقعد عضي لكن مدى مايا وحكرو الشردي أوقات النهي إلى نكبه من وقتيه للنهي صلاة إلا تكذا مطلقة إلا ديدة وإن كبه من لأن وقتيها سبحان لو قريها هاي صلاة ذات سبب سبب كان وإنه يهي سبب محوها
مقدم أو مؤخر متأخر متقدم أو متأخر متقدم أو مقارن سبب هراء واحد هراء سبب تدور رئي أو مركز دعي مقارن كا طيب كسوف كي يحيال الله عز وجل واسكسوا آذين لكن هديت السبب متأخر وحرادوت كره استخارة سر يسوا أرين صوص عتوي وحصوص عدوي تايرة أوقات النهي لما وقلوا إن لتكره إن لتكره أوقات النهي لما وقلوا سبب تلا سبب دم بيسا ثم ليقول هاي هذا مركو تكره كذب هل قام حتى فهمتي صلاة الجذير استخارة لقوم آخرين كرو استخارة هان أمين ميسد دعاها واسكي دعا عيسان كرتايو مركا الله بارك عضوات تحياتك ودن بيس النبي عليه السلام وحوي التحيات كذب فليتخير من المسألة ما شاء وحو الرب الدعاء لها دعا يستو مطلقة واسوق ليسا عمومك واسوق ليسا لكن استخارة دعاء يدو صلاة وكذب بيسا كانوا حقوق لي ثم النبي عليه السلام ثم اللي يقول مركو تكذا كذب هاي راهدو اللهم إني أستخيرك بعلمك إلهي وحان كاطل بايا خير الأمرين أستخيرك لما هذا الشيء متك خير كان كذا البايعين أي وافجس بعلمي كان كنت وصل يا معايا لما هذا الشيء متك خير كذا قرناي التوصل بأسماء الله وصفاته ويانه وحيلمتها يا الله إني أعوذ برضاك من سخطك وكلوي وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك مرك حاول أستخيرك وخير خير الأمرين ما كذا البايع شيء خير كان أي وافجس بعلمي كعلمي هذا أيانا لو كذا البايع هذا يغني وأستقدرك وأنك أكرس طلبا يا رادي كرسي شيء عاصي هذا دي قدرته بقدرتك قدرة على سر كنت وصل يا وهذا كرو أود وحب بقوله قدرة على سر أمباط قف كثر بطر وحكرسي ليس وأسألك وحنك ويدي سر يا الله من فضلك فضلك هذا العظيم أي وين أي الله وحكا ويدي سر يا فإنك تقدر واتكرت وحول با ولا أقدر أمامك كرو واحد لي كرسين وتعلم وحول با ودكته ولا أعلم وحما يبي واحد لي برن وأنت هذا الله علام الغيوب وحيالها مقان الله آد أكباتها ومحبق كقرصورين اللهم الله بولي دعا دي باسعوت إن كنت تعلم هذا أكتها أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني لبدا شيء نسقى أما بعلم الله هو شيء خير كوجره أما هو شيء شرك كوجره لبدا هو مالك علمي قال هذا كنت تعلقي إنه خير لي خير إيه هوي وحال أقوض إما هنا الليلة هذا أكتها هذا الرجال مثل هذا ما وبل الديني بينا ترى اللهم اغفر لي إن شئت إنا ترى هذا اختيار قليس مشيئات قليس والد دي وحاوي اللهم إن كنت تعلم علمي هذا هدوكوكو ما أن هذا الأمر خير لي إنه خير يجره في ديني دين تيدي ومعاشي ورشة يدي وعاقبة أمري أمور تيدا عربت الدنب وحان هدو خير يجره أو قال شكو روي متك ربطاتك كافتامي آجير أمري أمر كي يدقدقا يو آجيره أمور تيدا وحد دبنا عاقبة دنب يكون هدى دقدقا إنه خير يجره هدي علمي هذا أوكوكو ماي أو سيدة عيتهاي فاقدره لي الله ويقدر ويسيره لي إله ويفضل ويسهل ثم بارك لي فيه إي بركة شيك عساقا إنت تقول لقاتي سو إي سهل شو هدر إي بركة وإن كنت تعلم هدي هذا أكتب علمي هذا وكوكما أن هذا الأمر شر لي إنه شر إياه ماشا هذا الأمر هذا دي مثل هذا الزواج وهذه التجارة وهذا السفر وحاطرتها تقول لي ماشا هذا الأمر مديس وإن كنت تعلم أن هذا الأمر إيه هذا الزواج وهذا السفر مثلا شر لي وشر يجره هذا أكتاي وعلم هذا كوكو ما يرنك في ديني دين تي إذا حق هذا وشر يشر شر وياه دين حمان كلا كل ما يا أما دين تي إذا راوعي وما عاشي إنه رش إذا الدنيا ليد وعاقبة أمري أمور تي ندم بعرب تي إذا أو قال في عاجل أمري أمر كي عاجل كي هو عاجل أمر كي داهايا أمورها دم بيع مستقبلك هذا شر يجره وحن أو شر إياه فصرفوا عني الله يقال ليحي وصرفني أنا إليحي أنا شيخ على رجع وحى شرطه اسكو طبعا اسكو كاركين نكل اللهوي واخدر لي الله يقدر الخير خير حيث كان ميل الله ما يشوا خير يهاي يقول بدلوا إيجه ثم كبعدي هدي عن شيء شرطه هذه قال له حسي وحساب يقبر بري وخير بور يقول جرين طمع عينه قلبي يكسي جراء نسيت بتاعنا هذا إيجا جويه ثم أرضيني به يقول رادي جري إنه وحاسق على دافعي وح خير كهارة عن دانته كان نفته إلى إله كوكان عوي أرضيني به نفت إذا كرر اللي جري أو قنعي رضيني رواية كلامنا رواية كان رضيني به يجعلني راضيا مثل راضي كوا سدى يقرطي إله إيل يقدك قال ويسمي حاجته حاجة ويسمي حاجته إن هذا الأمر ماشي وراه هل كاسو حاجة دي سكون مجابي أو شجع أو جلينا يا استخارة لا مركز ما يسوع هدي هذا الشيء إطمئنان قلبي نفت هذا بكو حس الشيء وإذا سجع إيران سما يسوعها
samayntii baad qalbigaada ka heshay oo ku murtaax ku noqotay taraddudkii iyo shakigii waa kaa baxay ku dhaqaaji khayr buu ku yahay hadduu sida kale yahay oo wixii asagaaba ku hato ood nacdana iskaga faraha kala bax shar baa kugu jiray haddaad labada midna waad heli weydo laakiin ka tagto midkaad ka tagtay tagiddaasaa khayr kugu jiraa waxaa kaloo la socota istikhaarada si ay u kugu sii rajaxnaato istishaara ku daraysa dadka ehelu khibrada ah ehelu salaaxee wanaagsan arrinta yaqaana mawduucan isaga ead raadinaysa garanaya daacadda ah lilaahida ah dadkaasna waa la tashan war maxay nala tahay markaasaa isku kabaysaa dar istikhaaradii adoo la baryey iyo adoo dadkii maaragtay istishaaro weydiistay ila shuurada waa fiicanta iyaduba qofka caqligiisa iyo aragtidiisa inuu ku xoojisto caqliga walaalkiis qof kasta lalama tashado qofka naasixa ee aad ku qanacsan tahay ee aad tajribaysay inuu wanaag iyo khayr kula doonayo kula jecel yahay kaa umaad la tashanaysaa xadadana almakiy bin ibrahim dhinaca kalena hadda wax garanayo waxaa laga yaabaa inuu qofka daacad ku yahay laakiin waxba inuu kugu dhaamin bale uu kulugooyaba oo uu si kale ijtihaadkiisa iska noqdo waa inuu garanayo waxaad weydiinayso حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن الربعي الأنساري أبو مغلي رضي الله عنه أبا قتادة واسمه مقعيس أبا قتادة الحارث بن الربعي الحارث بن الربعي لقب كي سمحوها فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل وأنساري أوي قال وحير قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير إذا دخل أحدكم المسجد أحد كلمة المسجد كسوغلو أي مسجد فلا يجلس يونس كفر يسنن حتى يصلي إلى وكتك ركعتين أبرك عضوت وكشاهدك يصلي ركعتين وأمال أما واهبين حلقة صوغش مسجدك بحال تكنيسة ركعتين ما تكن أفر ما تكنيسة سكوة قبل ميزة لبرك عضو ما تكنيسة كذب أفر يسنيسة بركة تحية المسجد كه إن يتهي سنة يجمهور أهل العلم كتغين لا إلا أن تطوع بيد الشنيان ظاهر يده وحيلين وواجب waajib weeyaan waa salaad sabab leh sababta markii la helana amar baadul fuulay walamru yufidul wujuub masaladaa kale ilaa an tadawacayo waa arrimo kale oo khaas oo salaada laga hadlayo faradka gaarka laakiin sabab bay tan leedahay sababta markii la helana musababkan waa in la hela marka daahiriyadu waxay qabaan inay taxiyatu masjidka waajib tahay laakiin jamhuur waxa ku tagan inay tahay sunna muakada waxaa kale oo xadiidka laga fahmayaa idaa dakhala axadukum almasjid markuu masaajidka galaa la yiri gelitaankaas waqti looma cayimin ayi waqti loo soo gasho awqaadii nahyiga uu ku soo aroray haddaad soo gasho waa tukanaysaa liannahu salaadan waa salaatun duu sabab sabab muqaarana leedahay markaad soo gashaba sababtii baa la socota marka waa la tukanayaa xilliyihii la diiday ee la nahyo xataa waa la tukan karaa marka khusuus cumuumunahyi nahyigii isagaa ee la nahiyey cumuumkiisi bay xadiidkan yuu khasisayaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi qaala akhbaranaa maalikun ibnu anasin عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك وأذيركيس رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله نبي عليه السلام بوحونة تجي ركعتين ثم انصرف وقدومي وقبحي وكي قلوا أهو تجي أنس بن مالك يوم مرايكة إسلام اللي يجري أيدي سيدي يوم صلى مرك قار يعني يتيم كأبانك وصوم كتاب الصلاة مرك شاهدك بوك عرس وقبتي إن نبي الله برق على تكتر مالنتي همين كده وساس وكلا قال حدثنا ابن بكير واسمه يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي قال لتو كليب له عبد الله ركعتين لبر ركعات قبل الظهر يعني مسجد النبي قال اسوك تغني لبر ركعات بو تغني ظهر كورتيس والركعتين لبر ركعات بعد الظهر ظهر كغداشيسا والركعتين لبر ركعات بعد الجمعه جمعه غداشيدا والركعتين لبر ركعات يعني بعد الجمعه بعد صلاه الجمعه لو وضع وركعتين لبرك عضونا بعد المغرب مغرب قداشيس والركعتين بعد العشاء يوتك النبي عليه الصلاة والسلام ألك وكاية الشيء السنن الرواتب سنن الرواتب سنوين كتوابع دا من الرواتب تلي إلى هذه صلاة فرض كالله الصعودة أما كهور ريا أما كدن بيا وعشر ركعات عند الجمهور تبرك عضوات با مؤكدة وسنن كمؤكد كاكمية تبرك عضوات طبعا كاسبرك هو ركعتين قبل ظهري يا ركعتين بعد ظهري أفر ومشاس ركعتين بعد المغرب لح ومشاس ركعتين قبل الفجر وسديت وركعتين بعد العشاء طبعاً كوي لكن حديث أم حبيبة رضي الله عنها يدنا صحيحة من حافظ أبو النبي على ثلاثتي عشرة ركعة لبي التبرك على نكي حفظية بنى الله له بيتا في الجنة أحمد يا مسلم صلى الله عليه مركز سر حديث صحيح هوي حديث صحيح وثابت عن رسول الله لبي التبرك على نكي دائمة إلى قريب الجنة وغرسها لم يتبنك تبنك هذا أنشأ إنه حاله قدر أيام
laba kala oo dhuhurka ka horaysa arbaca qabla dhuhur baadaysa afar dhuhurka ka horaysa iyo laba dhuhur ka dambeeyay dhuhur kaliye lix qaatay marka dhuhur kaliye ba lix qaatay laba magribka ka dambeeysa iyo laba cisha ka dambeeyay iyo laba subax ka horeeya saaway marka qabliye iyo bacdiye iyo qaarkood leeyihiin waxaa la socotaa iyadana soo aroortay fi suran in nabiga calayhi salaam uu yidhi ninkii tukada qabla dhuhri arbacan wabacdaha wabacdahu arbacan xaramahu llahu min annaar ilaahay naar buu ka xarimaa dhuhurka ninkii afar ka hormariya afarra ka dambaysiiya iyadana waa soo aroortay laakiin suranka mu'akadka ah ee la daa'imo ee nabiga uu daa'imay mu'akadaad waxaa ladhaha maa waadabahu rasuul wuxuu nabiga daa'imay sala allahu calayh waalihi wasalam ayaa laakiin waa waxaweye ducadaas ajirkaasaa ku soo arooray waxaa kaloo soo arooray man sallaa muxuu ahaa raxima allahu man sallaa qabla alcasri ninkii tukada casrka hortiis kam arbac rakacaad a ninkii tukada casarka hortiis allah u naxariisto ducadii nabiga misajaabadeed ayadana waa jirtaa laakiin marka laga hadlayo suranka uu nabigu daa'imay laba iyo toban iyo toban bay u dhexeeyaan shaahidka hadda musanifka meeshan u keenay waxa weeyaan ركعتين 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 لما لما ركعوا ده لتقريا قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أخبرنا شعبة ابن الحجاج الواسدي قال أخبرنا عمرو بن الدينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي وهو يخطب سوى خطبة آخر هاي يا وحوج إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أحد كنا ضوء ما لمسجد كسوى قالوا والإمام إمام كنا يخطب خطبة آخر هاي يبا خطبة اللي يري فاسعوا إلى ذكر الله istamicuu dhegaysta la yidhi qur-aankii iyo wixii lamidka ah muxuu adkaarti iyo wanaaggii baa u akhrinaya faistamicuu qur-aanka sarwa dhegaysta la yidhi ayaa waxaa la yidhi haddaad soo gasho masjidka khudbadoo socota kuma jirto waa tukanaysaa waa tukanaysaa oo qad kharaja imaamka soo baxay baad soo gashay oo usoo baxay mimbarka ama khudbadiiba bilaabay falyusalli ragcatayni buu nabi calayhi salam ragcada tukado marka tan waxay xoojinaysaa taxiyatu masjidka iyo siday xoog u leedahay qolada qabta waajib weeye iyo weliba sii daliishanay waxay leeyihiin khudbada la dhegaysta waajib bay ahayd shay waajibka ka aada oga tegi karto waajib ahayna ma laha ayay leeyihin istimaacu lkhudba waajib weeyaan walidalika xataa man qaala lisaaxiibi limaam yakhdub ansit ninku yihi faqad laqa amar macruuf iyo nahy can munkar baaba la diidayba marka wixii kas arrinta iyada a lagaga tanaasulay oo salaad in la tukadaa salaadaasi liwujuubiha wey inay waajib tahay waakii nabiga calayhi salam ninkii suleyg ahaa ku dhihi jiray asalayta yaa suleyg qaala la qaala qum fasalli كي هو يمرك قال حدثنا أبو النعيم الفضل بن الدكين قال حدثنا سفيان عفوا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا بن جبر يقول صولا المغري أتي بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا الله ما في منزله كل سنة ويمت فقيل له حال غيري هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شوف فدي مكان مركل سواق المجاهدين تأي مكفرتين يا عبد الله بن عمر ما شوف جوا الله ويمال منزلكم مركل فدي هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة بليل ما أنت ما كلا فرتوي رسولك إلهي كعبدي بو قري ابن عمر وأنا وحانا هاجرتي نن كل رأي تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فات كان النبي عليه السلام إنه الرع الرع هذا وحل الإراد قال ويا قانا سحابة ويقر رأيان يعني. والنبي كعبدي بو قري هذا ويدين دون تصارت قال فأقبلت وصوقا بلحق كعبدا فأجد رسول الله وحان هلا يا رسولك إلهي عليه السلام وقد خرج كسب حيبة وأجد بلالا بلالا وحان هلا عند الباب قائما تاغن بلالا مركا الباب كسر دمادي او الباب كعبا اك تاغن ما قبطي بي فقلت وحان لي بري يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه رسول كيراي كعبا ما كدحت كدي قال نعم هابير قلت فين حي قلت كدي قال بين هاتين الاسطوانتين لبدا تير اي ما كانت الباب كسو غشو اد قابل كان توس كان كدماتو ان صدح ذراع كهد مركي دربي كاغا سوار لبدا تير حق حق كا قبن هلكاس كنت كدي النبي عليه السلام كعبد الله احتر بك قبنت ثم خرج وصبح فصلى ركعتين النبي عليه السلام انتو سوتو كذا يقولها ايها ضرب بنانك كنت كذا فصلى ركعتين في وجه الكعبه كعبد قابل كذا وبنانك ايها دنا النبي عليه الصلاه والسلام اي قابله كنت كذا مركا واسوانتا ارنتا وانا سوغانا ابن عباس يا دود ودخايس ابن عمر مسندي كنت كانين يبا كنت كذا ترجيح هذا العلماء وحي شيغان وكا سو مري المثبت مقدم على النافي ما ابن عمر وحول هي روايديسا بلال بو كوريي وعديي انه كنت كدي ابن عباس وحول ما يكون تو كان غدها قال ابو عبد الله البخاري قال ابو هريره رضي الله عنه وحول وتعليق وسيمان دون اسغ موصوله اوصاني باب صلاه الضحى بكو ايمان دون ان شاء الله اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى نبي اي در دارمي لبدي ركعتي سنه الضحى اهت اوصاني النبي بهالك بيري مركه من باب الروايه الحديث بالمعنوي والا خليلي بيروارك دونا خليلي النبي مونا دهين
مركا لكن بخاري وحكمية مذهبك قرا جواز رواية الحديث بالمعنى إن حديثك معنى لقوريه بشروط طبعا هذه الشروط إذا ما استلمت هاي شروط بلاشر دي عند أهل الحديث عند مصطلح الحديث لو صاخرية هل كاسة بركا والواخر والوري قال رواية الحديث بالمعنى وبنانت نعم وقال عتبان وحوير عتبان بن مالك صار وكوي من دول سوى موصولة تعليقا غدا علي الرسول الله يوصلك الله عليه السلام وابو بكر رضي الله عنه والله صعدا بعد ما امتد النهار وانت مارنتي ديراتي وبقي لقاري وصففنا وانصفنا وراه قداشيسة فركع الركعتين قلت كذا انت سوحي وكيري شاهدك لما ركع وضب النبي قلت كذا صلاة النهار بين هيت مركز صلاة الليل نسكا قصارى صحيح في صحيحين بخاري مسلم والنهار ان حديثك على السورة قصارى تهديم سلسوة قبصدو فعلهان نبي وسم ايبان ارقني لما ركع وضب تكنجر مارنتي باب تطوع بعد المكتوبة صلاة مكتوبة فرض كأيه شنطة صلاة قداشة إن سنة لتكذا ويدع دي وقبلها أنا ويدع دي بخاري وحور رجح بعد المكتوبة باب كأيه لكن حديثك وحكو إيمان دونا وحديث كان هرأي حديث عبد الله بن عمر بن رجحها لكن وحا إيمان دونا من رواية عائشة أيضاً وحكو إيمان دونا حتى ابن عمر رفتك يزدورك قبل بكتو كذي قبل بعد ربضه مرك بعد المكتوبة واسيدة أبدينهين سيبدين ويان وهذا رتوه هذا المغرب كجدال بلغته كذا إشارة جدال ظهر كان جدال بوليه هاي لكن فجر كيظهر كالله بارك على القوة الرئيسه أيوة الهرب بلغته كذا قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار عن عبيد الله العمري ابن حفص بن عاصم قال أخبرنا نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إذا تقال السجدتين لبرك عضد قبل ظهر ظهر كورتيس وسجدتين لبرك عضد بعد ظهر ظهر قداشي سوافر وسجدتين لبرك عضد بعد المغرب مغرب قداشي سوالح وسجدتين لبرك عضد بعد العشاء عشاء قداشي سواسيدات وسجدتين لبرك عضد بعد الجمعة جمعة قداشي تمام فأما المغرب والعشاء ففي بيته فجر كيما مركا كما قماشا فجر كي صلاة الصبح أيها الواصلة قبلها ركعتين قال ابن أبي الزناد حجر عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله عشاء قداشيسا لبرع عوض بن تكنجر لكن حقه قرقة بن تكنجر تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع بكوريين أكان نافع بالسكوي ما رأيه ذكا ليراد عبيد الله العمري أيها المتابعين أيها تابعه أسوق دعاياه وحدثتني أختي بوليه عمر عبد الله بن عمر ولا شيء حفصة أيها ورنتي بالسند السابق سند كان هرم الرحصية تعليق ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين لبر عوضة وفضفضت ولا ديرين أي تكنجري بعد ما يطلع الفجر واغا مركو دلاء كذب صلاة سبحانه وليلة تكنين وكانت ساعة ساعة بيها حلي قاسي لا أدخل أروق قرين بيلا حفصة على النبي فيها حلي قاسي النبي أمد وان جرين أمد قلي جرين وتكره لبضع الرقعضات تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله وكسو عليه باب وحكسو بسنيه من لم يتضوع بعد المكتوبة صلاة المكتوبة فرض كها سنوينك الرأسا واجب معه سنو قفك اسكقابة تقابة وحبتو شيء سماها سنو ذا هدابة تكنين لكن أجري الثوابة كجر النبي قال انت بدو والله إيمان جري حديث كان صلى الله عليه وسلم قفها مركة قار النبي قلو كتكي حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء جابرنها وقول شيء أبو الشعثاء نكوي وجابر بن زيد جابر بن زيد أبو الشعثاء قال سمعت ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما مغلو قال يلي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذي ثمانيا جميعا سداد لجمعيي أفرق عضوضي أفرق عضوضي لجمعيي وظهر عصر وسبعا تضبط جميعا حال لجمعيي ومغرب كي عشيه تضلوا أيام قلت وحان ريب وليه قائلك وعمر بن دينار وحان ريب وليه دان عمر هاي يا أبا شعفاء أبا شعفاو جابر بن زيد أذنه وحان أم لينا يا نبي عليه السلام جمع هذا الله الشيء إنه جمع حقيقي أهين هو جمع سوريا جمع سوريا اسكو حل بها لتكالي يعني صلاة دي مكتل لتكالي تنوى لتكالي وصورة هم وجمع لكن صلاة دي بحل قيدي بعيد عضي أواسي أخر الظهراء ظهر كي بودبني وعجل العصر عصر كرواد دتشي يعني ظهر كي انتو بكو كهر افرق على اللي جتو كدو ايو عصر يظهر كي تكلي هذو كبا حي عصر ما سوق لي اللي بين الصلاتين وقت ما دخايو ساس علماء اي كو دودان قار كدو حي وقت ما دخايا ان ظهرين عصر رين سيده خوغ بدل لكن وحا ويا لبدا وقتي لبدا صلاادود وقت ما دخايو وحان كهي طبعا
salaada subax iyo dhuhurka waxaan ka ahayn marka wa ajjal al isha ishii bu dadajiyay wa akhara al maghriba maghrib kira wa dib dhigay saasan u maleeyay abu lahad amr ibn dinar basale ardaygi abu shaxda qala wuxuu yiri abu shaxda sheekhiisi wa ana adunuhu anna saasan u maleeyaya arintaas markaa dhanigaasi culimada qaar waa qaateen oo jamac suuri buu ahaa qaarkood khawf bay sheegay waa la anfiyo riwaaya soo roortay qaarkood madar madar kale riwaaya min gayri khawfi walaa madar fi saxiix muslim marka cabsina ma jirin roobna ma jirin safarra ma ahayn nabiga sal allahu alayh wasalam ibnu cabaasna wuxuu yidhi araada an laa yuxarija ummatahu marka la weydiiyey nabiga ummaddiisa inuu dhibin yacni duruuf gaaroo markaa nabiga haysatay mashquul gaaroo xilligaa haystay buu ahaa oo nabiga calayhi salaam uu salaadaha saa u tukanay inay suuri aheed oo salaada aakhirkeeda iyo midda awalkeeda uu isku keenay waa dhici kartaa inuu si ahaan nabiga calayhi salaam u jamciyo mid labadii salaadood kamida uu waqtigeeda tukanayna waa dhici kartaa allaa yuxarija ummatahu muuna u sameeyey inuu ummadda uu mararka qaar xoogo u tanafus iyo uu sameeyo xarajka uu ka qaado laakiin nabiga calayhi salaam mana lama imaanin marar kale waa arrin naadira oo aan mar uun dhacday weeyaan sidaa darteed lama dhihi karo salaadaha waan iska jimcinaynaa anoo xadaraho ciddaydi jooga nabigaa sameeyey xilli kasta arrintaa iyada daliil kuma noqon karto aada daalishan karto allaahuma haddaad mar sidaas oo kale ay ku qabsato oo adigana aad rafcuulxarajka qaarato waxba dhib malaha siduu nabigu sameeyey sala allahu calayh waalihi wasalam musanifka xadiidkan wuxuu usoo daliishaday inaan tadawuc lala imaanin bacda almaktuuba dabcan laba salaadooda la jamciyey jamcu wuxuu keenayaa in labadaa salaadood dhexdooda waxba uuna ku jirin oo salaadan dambe iyo salaada hore dhexdooda sunnaa la tukanin markii salaada hore la tukaday wax sunnoo bacdiya inayna jirin jamca keenaya laakiin in qabla salaada u horeysa horteeda wax la tukanin ama salaada u dambaysa gadaasheedan waxba la tukanin taa iyada waa iska ixtimaal waana maskuuta canhu buu leeyahay xaafidku waa laga aamusay laakiin musanifka wuxuu ku leeyahay maadaama jamac uu meesha imaaday hadduu meesha jamacba imaaday wasuna ma jirto cabdullahi bin cumar radia allahu canhu baa soo maray asagoo leh haddaan anigu aan sunno la imaanayo law kuntu musabbixan la atmamtu salaatii oo kamaa qaal salaadeedaan dhammaystiri lahaa haddaan sunno la imaanayo marka meel salaadiiba laga jamciyey ama laga qasriyo laga gaabiyey sunno lalama imaado fi laaqlaab sida qaaribka ah dabcan waxaa ka soo haray laba ragcood oo salaada subax baabu salaati duxa fi safar salaada la yidhaha salaati duxada ah oo la tukado fi safari safar gudihii wixii qofka musaafir uu yahay la tukado sidaasoo hadda musanifka baabaystay raximahu allahu tacaala in la tukado fi safar maca dalika xadiidu ibnu cumar wuxuu sheegayaa inaanba la tukaninba xadiidkan kale ee uu warinay ay warinayso gabadha uu muhaani la yidhaahdana inuu safar ku tukaday marka xadiidka labaad iyuu daliil u yahay xadiidka labaad buu daliil u yahay ama midka hore cadamu salaati duxa fi safar salaada duxaba inaan safar la tukanin hadalka ibnu cumar saasaa lagu xumbaari karaa laakiin musanifka maba jasminin salaata duxa fi safari in lagu tukado safar iyo inaan lagu tukanaynin labaduba inay dhacdo xadathanaa musadad qaal xadathanaa yaxya ibnu saciid can shucba can tawba tawbat ibnu kaysaan alcambari tawba ibnu kaysaan alcambari can muwariqin muwariq ibnu mushmaraj wada adag buu leeyahay iska cajabi u eg naam muwariq ibnu lmushamraj mushamraj qaala wuxuu yidhi qultu libnu cumara radi allahu canhuma waxaan cabdullahi ibnu cumar ku yidhi atusalli duxa sunnadan duxada ma tukanaysaa qaala laa maya qultu facumaru cumar ma tukan jiray qaala laa qultu fa abu bakar ma tukan jiray qaala laa qultu fannabiyu sal lla slam ma tukan jiray qaala laa ikhaaluhu umalayn mahayo ayuu yidhi nafyi marka yaa laga fahmayaa salaata duxada inaan la tukanin marka inay safareed baa dhici karta jawaabta waxay dhacaysay oo marka xadiidkan kale iyo kaasdeena ay iska hor imaadaan ibnu cumar radi allahu canhu riwaayada uu leeyay lama tukanin iyo riwaayadu muhaani nabiga oo maka soo galay oo musaafira inuu tukaday marka waa dhacday isagoo la tukanin isagoo la tukanin waa dhacday ama waxaa weeye ibnu cumar radi allahu canhu nafyigiisaasi cilmigiisi uu ka hadlay laakiin waxaa la hayaa in uu tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana albukhaari marka waa isagoo raximahu llah xadiidu cabdullahi ibnu cumar markuu soo arooriyay radinaya oo leh ma tukanintaasi waxaa sugan inuu tukaday ayaa sugan oo riwaayat muthbit muqadam calaa riwaayat lmunfi midka waxaanfinaya riwaayadiisa waxaa laga hormarinaya midka wax sugaya xadadanaa aadam bin abi yaasin qaal xadadanaa shucb bnu xajaajin qaal xadadanaa camar bnu murata qaal samictu cabdiraxmaan bin abi leyla baa maqlo yaquulu leh maa xadaanaa axadun qofna nooma sheegin annahu ra'a annabiya inuu nabiga arkay calayhi salaam yusallii duxa isagoo tukanaya salaada duxa hayru ummihaani ummihaani waxaan ka ahayn fa innahaa ummihaani gabadha la yidhaahdo
فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت وحيت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحصاق لبيتها قرقيدي قرقيدي وحصاق لي يوم فتح مكة مالنت مكلا فرتي فاغتسل وكوق بيستي وصلى ثمانية ركعات شديد ركعات نواته كذا النبي عليه السلام فلما رمى أركن بيلي له صلاة صلاة قد ولي أخف منها كفض الصلاة ونويته كذا غير أنه النبي عليه السلام مع التخفيف أصرف ذنايا يتم الركوع ركوع الواتام يلا وسجودا سجود الواتام يلا بقى حديث المهاني رضي الله عنه ما ربنا ما قصام الرأي صلاة الضحى دون أسأل إياه ولي وقفك صوى مصافر إنه تكره صلاة الضحى وحكى لقاء تحديد كان عددك صلاة الضحى أو ربضا النبي لقاء سوى قورية وتكذي سيدات رقعضات ويان سيدات رقعضات أي أبدا روح اللي تكذو قال عبدا كمين روح إليه حد ما بلها هبا حد ما بقبب ما بلها أعرفك هذا كمين الله بيه طبان بيليهين لكن حديثك انت صار ورتي سيدات صار قبضا ثماني ركعات. قال المصنف رحمه الله باب من لم يصلي قف كان تكن الضحى والرآه أركا واسعا قف كان من تكن واسكا قبا تقبا أرنت أين أرنسك واسعة ونحرج علاز يعرير منها لهين وما دام السنة هاي المتنفر أمير للنفس قف كان سنة يسنى أيو هدور ربنا السنة والله ما هدور ربنا وكتري كرا. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لما رأيت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرك النبي أو صبح سنة يستي سبحة الضحى سنة سنة الضحى بقى كتسبيح صلاة أو كلا سنة أوه سبحة وحالة وما عابي كتسبيح النوافل أو كلا سنة إنك أو كلاوي وتسبيح أو كلاوي وسنة تنوى سنة وإني أرغو سلم ما أرك النبي عليه السلام وتكرا إيه وإني لو صبحها أنا سواء سنة يسمى إلى ذه عائشة رضي الله عنها حرم أن شام الرأي إن مسألة الوحم بار النسيان عائشة رضي الله عنها أيضا لفتر كذا في سعر مسلم وحيلة ذا هاي نبي عليه السلام هو أكيد كذا صلاة الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أنتوا إلهي دورنا وزيادين جري النبي صلى الله عليه وسلم وحا تصار رواية عبد الله بن الشقيق أنا يتري نمر كل ويدي نبي صلاة الضحى تجري لا إلا أن يجي من مغيبة إنه نبي كيم هذا أو من مغيبه سفر إنه نبي كيم هذا وهذا سفر كيم هذا نبي عليه السلام هبي نبي عدة ميمان جرينا أنتوا ميل مجال أكتر عم أقدقو يبرقين كيسو سيادين جري مسجد كسب الله بجري سنة تكنجري إلا أن يجي من مغيبه ما يشاء مغناشي سنرك كيما هذا مسجد سوق المركب متكنجري أيضا هو إثبات سي روايانا وحيلينا هي واكرا ما رأيت الرسول صبح صبحة الضحى مكا نسيان يينا هالمانتي أيا الوحن باري أما ما يهد دوام إنو نبي قونا دائم الجرين أيا الوحن باري مركا قارو كتغي بابا وحكوس أبسنيا صلاة الضحى في الحضر صلاة صلاة الضحى هو سفر بصوم الرأي أيضاً حضر ليها ومجالدين للدقيها للنقيها وصفر لهين أولا تكذو قال هو حساير اعتبار من المارك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي قرقس كنت كذا حل برقنا وأنا أركض وأنا صور غير. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عباس الجريري هو من هو ابن فروخة عن ابن عن أبي عثمان النادي أبي عثمان النادي واسمه مقعيس عبد الرحمن ابن مل يمل 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 وحكتنا قد حوالي وقليه أو هو مخضرم تابع مخضرم مخضرم هو حالي هذا النبي والنوع القف كدتك الرميي لكن عن أركن صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي متى أن جعل أبي هريرة وكحديث كي زمرك أوصاني خليلي خلضه ويككر ريسا صحبة صداقة يحب حبيب ويككر ريسا محبتي سيبا وحي قشي حمناه يقولها وقشي قلبي تقلل المحبة في قلبي أوصاني خليلي وحوي دردار من بثلاث زدح تازو ليه كيان جعلاء مكا الروايات جرت النبي عليه السلام ويري لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله أبو بكر بار خليل كان يقول لها قف خليل كان يقرأي نبي قوات دي لأنه صحابي سا خليل كان يكتب محايا يري نبي عليه السلام وحوها خليل الله إبراهيم عليه السلام وخليل الرحمن نبي جينا وخليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن إن لي راهو إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله صحمه حاويان إبراهيم خليل الله خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن صغونا صلى الله عليه وآله وسلم جميعا مركا لكن صحابه خليل بكد قرأين أجاو بنانتا هنا يو خليل كد اكتان أصغم أبدا هاني درجنا سي ربي بان سيي أو خليل كيجيا أو نان شعيل كاس وها يقف كله خليل كمان دي جناي
لكن صحابه النبي عليه السلام خليل بين النبي كدكتين تابركوا بنانتا اسمها فينيس اوصاني خليلي بثلاث صدح شيب ادر دار مد كان جعلها لا دعهن كتغي ما هي بولي ابو هريره حتى اموت الى ان كدنت قوان كفيري الى ان كدنت سنه النبي عليه السلام ادر دار مد وصيه وصيه خاصه ما وصيه عامه انا عام ترى حوتو صايا ابو الدرداء ابو النبي ادر دار مد كو لفتك هذا وابو الدرداء ابو ادر دار في صحيح مسلم وكسو يا مسلم احمد اسله صدح وهو ادر دار مد ابو ذر القفاري أصغونا في مسند أحمد والنسائي سنن النسائي وأنا ثابت أنت بوير هذه لكن أيوه حبيبي بن هاير أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن كتجمع حتى أموت حين صومي ثلاثة أيام سدح بريصون كوت من كل شهر بالكسرين كصومه وصلاة الضحى صلاة بقي قلة كذا والنوم إن أنا صاحب على وتر أنا وتر لي ما علي وتر كذا تكذب بينها صاحبه والنوم على وتر تاسي dad ka dhan kuma wada dhacayso waxay ku dhacaysa qofkii aan ka baqaayo inuu hurdada ka kici waayo salaatulayl soo istaag waayo anaftiisa ku karsooleen ama soo jeeda ama talabul ilmi ama mashquul ku jira hadiska hore habeenkii qofka asaga haduu gabdhaho salaada subaxu soo kacaaya qofkaas waxa la rabaa uu tirka inuu ka tagin oo markuu uu tirka tukado uu saaxda kadib sida abu hurayra kale radiyallahu anhu warda talabul ilm haafid sunan buha radiyallahu anhu warda nabiga calayhi salaam sheegay inuu xariis fil xadiithaha لما رأيت من حرصك في الحديث مركان ان حديثك كون مشغول سن بوها صدرت حالي هذه مركا صاحبه وترك اسونا كاغا تغين تكبو النبي عليه الصلاه والسلام قفك لكن نفتي سيقان انه صاكي دونه وحافي عن انه ديب ودغتو فان الصلاه اخر الليل مشهوده من النبي صلى الله عليه وسلم صلاه اخر الليل ولا صح حاضره حل قاس ربي سو دغا دعاء لا جيبه سياسه مركا في عن افضل احد الاخوه وحو مسج يسو دراي حليته نبي عليه السلام حديث كيسي قصاب سنة تنزيل الله إلى السماء الدنيا أوسو دقا ثلث الليل الأخير إنها مرايكا كابو مثال هان وكلا وقت بانها كلا ثلث الليل بانها حلقا نقا ثلث الليل أنجونا إذا برقم بيجوي كران دور بيجوي كران كوكلا السكالة كوكلا السكالة مركز كثلث بمن هنا أرنتا سي فهم كالنوع عاصة فهم كالنوع عاصة وحوصلك كوها يا إن لو قاطو شبه نزول المخلوق وحلقها الله هو خالقه سبحانه وتعالى وحنا ان تصوري كررنا ما باهبا كيفيه النزول ما اوغين ما غران كره ميد الله عننت ويهي ميد كمريكان جوغا يا كا افريكا دا كلا جوغا يا كا اشيا جوغا يا كا استراليا جوغا قف والبابا ثلث الليل الاخير مركو جوغو وينو كعا او دعاء والله ما دا إلهي بسود الله سبحانه وتعالى ينزل الله سبحانه وتعالى حل قاس نزولا يليق بجلاله وعظمته لكننا كيف هذا مقرين إنه حل قا يحل قا يحل قا إنك أهانتنا أوقات متباينة وكلفك أي تهي أو إن سكو وقت أهينا وإنك أركتنا أن يفهم كينا إلهي سبحانه وتعالى حل كالصبا أمورتي سبحانه وتعالى أصغى أعنى أنت وإلهي عجز قليا يوحك العلوس منا مجرته نزول كان كيف هذا سيقاب كيس أصغى ما قرين أنا رمينا حلقة صغار قفوا بمشو جوغبا وينو كتلا قلا إنو كتلا قلاوي قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك بن مغلي الأنصاري قال سقوير قال الرجل من الأنصار نن رير أنصار إذا وحجري وكان ضخما نن وحوا حب بدن نن بورن بوها ضخم احتمام بن مالك بن وحم باري لغم عابي وأما لولا جيذا قصدا اسكوك اد اسكو شبه هذا للنبي النبي عليه السلام وحكو يري اني لا استطيع صلاه معك ان النبي لو كلت كدو ما كاري كرو ان كسو عتبان كان لا يقوم كي سي حافديسي ما حافديسي بعد كنت كان واينا انو تون كا يمادو النبي لا تكدنا وكسي فقت فسنع على النبي النبي وسمع عامر راشد فدعاه الى بيته غري سو النبي او ييرو يركال يغ توكو ونضح له ظرف حصير درن اما مارت جامبي درن كاميرا أيوب بما بيكوف في الرياض النظيفي فصلى عليه ركعتين لما ركع وضد النبي وتكذا وقال فلان من جارود لأنس وحكيري رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى نبي صلاة الضحى من تكجري فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم ما أنت ما علنا كهين أسوي تكذا النبي عليه السلام أركن أنا صاصوري وأكيد قولوا أنا كنت كذا النبي عليه الصلاة والسلام قولوا أنا كنت كذا نينك أصدق هنا شكنا بقوي أنا وكل تكذا قولوا هذا مركا أنس رضي الله عنه لا بد أن أصلح سجل لفتك زلقة هيا ولا بد أن أصلح هيا
marka xal rawa lahaayo magaala la joogay oo waxaan u jeedaa muqiim baa lahaayo safar lama aheen laakiin salaatu duha ayadu waxa ku soo aroray adilla way fara badan yihiin aad u fara badan yihiin xadiis ku soo arortay abu dardaan waa kan abu hurayra waa kan abu darda waa loo sheegay abu dar waa loo sheegay xadiidkii ku saabsanaa yusbixu calaa kulli salaama min axadikum sadaqa wayujziu can dalika ragcataa adduxa labada ragcadood salaada duxada la tukanaayo ayaa ka filan waa ku nabiga dhihi jiray calayhi salaam wagayriha baabu aragcatayni qabla duhri laba ragcadood oo la tukado duhurka hortiis bacdahana waa soo ogaanay qabla duhrina waa jiraan salaada duhurka qabliye iyo bacdiye ay leedahay maqribku isagu bacdiye unbuu leeyahay cishuu bacdiye uu leeyahay subaxu qabliye bas uu leeyahay laakiin salaad labadaba iska leh waxaa jirta duhur حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات تمرق عضوض بها النبي كحفظي أو سنة تكن جريه سنة كالرواتب تليل هذا صلاة الله فرض كالراعة ركعتين لما رقع قبل الظهر ظهر ككوريين والركعتين لما رقع عضوض بعدها ظهر ككدم بيين والركعتين لما رقع عضوض بعد المغرب مغرب قداش يسو في بيتي قلبي سكو تكن جري والركعتين لما رقع عضوض بعد العشاء عشاء قداش يسو في بيتي قلبي سكو تكن جري ورقعتين لبرق عوضنا قبل صلاة الصبح صلاة الصبح يكون الرئيين أيونا في بيتي أكي كنت كنجري وكانت ساعة ساعة بيحل ياسي لا يدخل وأن لوقل على النبي فيها صلى الله عليه وآله وسلم حل يا نبي اللوقل بيحل يا لبرق عوضة كري حدثت وحدثتني حفصة حفصة يشيكت ولا شيء وياني أنه كان إنوها إذا أذن المؤذن مركو مؤذن كآذا مؤذن كدنب ودرع الفجر فجر كان هدوون شبرك هربا صلى رقعتين لبرق عوضة النبي تكنجري عليه الصلاة والسلام سورة كالرواتب اللي إلى هدايو waa 11 ayagoo 12 ana way jiraan xadiidu muhabiba iyo xadiidu aisha asana way noo iman doonaa 12 ka dhigays hadathana musaddad ibn musarrad qaal hadathana yahya an shu'ba an ibrahim ibrahim ibn muhammad ibn muntashir ana bihi muhammad ana aisha radiyallahu anha ana nabiy sallallahu alayhi wasallam kana la yad'u 4 qabla dhuhri afar raqcadood uu ka horaysay kama tagi jirin ba war raqcatayn qabla alqadat laba raqcadood salaada subax ka horaysay kama tagi jirin taaba'a min abi adi wa amr an shu'ba ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم يا عمرو بن دينار وحي متابعين أيام نكل إلى يحيى يحيى متابعين أيام عمرو كاز عمرو بن حارث بن يارمالين أيام ابن دينار مشى مدعاه نعم طيب عمرو ابن حافظ بن حجر حولي عمرو ابن مرزوق عمرو ابن مرزوق وكا ما عمرو بن دينار ماها عن شعبة قال المستنف باب الصلاة قبل المغرب صلاة لتكذب مغرب كورتيس سنة والله لا يماراي وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو معمر إلى حال هذا المغرب وبالسند المتصل إليه يعني الحمد لله بشارة وحاءة أن لنا في صحيح البخاري وغيره من الكتب أسانيد متصلة إلى أصحاب الكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سنة متصلة وإلى بخاري جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نصنا هذه إن شاء الله بإذن الله مركو كتاب قدما أذنا سنة كاسي وانسين دونا قفك عطسدا قفك عطسدا وانسين دونا إن شاء الله تعالى طيب هذا فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته وفضله ورحمته طيب حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن الحسن عن حسين المعلم المكتب بن كلديشر ابن ذكوان عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا تكذب النبي قبل صلاة المغرب تكذب مغرب كورتيس قال في الثالثة مركز الدحاد لا بشر بكل علي مركز الدحاد وحيري لمن شاقفك دونة محوسا وحيري كراهية أن يتخذها الناس سنة تذكر إنه يكدك تام طريقة لازمة وأن لقيت تيكرين أيو كم بقي كوع العلي انتهى وكوع العلي يصلوا قبل المغرب ركعتين كوع العلي استاذ وكوع العلي إن اللهم لينين بقينا يتاهي السنة واجبة أيو لمن شاير لأنه وحي مشية الناس تذكر مشية دي سيئو خيار كيزا وحي اللقرية ووح سنة أما مباحة واجب كمشية هذا مسوى قلي إيا خيار كذا من مسوى قلي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون لهم إذا قضى الله أمرا يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إنه خيار بابا أبا نانبا
لكن واحد الله صنع كأي مباحات كي خيار قفكو عليه. طيب قال حدثنا عبد الله ابن مكوى صنع لكن أن نؤكد هين صلاة المغرب هرتي إلا تكذو بل صلاة كستبا آذان كي أقم كان حضر الصنع صلوا بين كل آذانين بصارتي بين كل آذانين صلاة بصارتي. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزري قال أتيت عقبة بن عامر الجهني بن أمية ماذا فقلت وحانكويري ألا أعجبك ميانا كعجب قليني ننقون وحلالي أبكو شيئين من أبي التميم ننك قال إلى أبو التميم حق يسا وحجبه سمي ميانا كو شيئين كعجب قليني وحلالي أبتو وأبو التميم أنكو أركي أبو التميم كن عبد الله بن مالك الجيشاني أيال إلى هذا عبد الله بن مالك الجيشاني تابعي مخضرم تابعي كبير ومخضرم ويان من قال إلى أبو تميم الجيشاني عبد الله بن مالك وحو سمي عجبه الله ياب لم يانكو شيئين ووامحي يركع ونك أبو تميم وحو تكن ركعتين لبرك عضوط قبل صلاة المغرب المغرب كورتيس أيو لبرك عضوط كذا أحلى ياب لي والله ياب يا زبرت. فقال عقبة فيني إنا كنا نفعله على عاد الرسول الله أنا لا بسمين جري حلق النبي لا عجبه لا ياب ماله واحد لسمين جري حلق النبي ونك سمي سحب كتاقية قلت وحامي فما يمنعك الآن محكار ريب هدى متو كتيري قالوا الشغل مشغول باقي الريبة مرقوية تاينا شيخ هذا وحكوا عرق تاينا وحج جيرا وران هين معنى هذا ماها كما نركي شيخ فلان وحا استقع إنا ترى هذا لاتك كالوحي سبينا وحلا يابلا ويانا وحج جيرا ماها إنا هذا صح ماها مرقوا حويل واجرتا أنا أنا وحاق الريبة مشغول كاقي الريبة إيوة لتكن جيرا قبل المغرب بلا ننك صوغلا ننك مسايك صوغلا غريب كأه وحي أمي لين دل صلاة إلا تكذيبة لاتك تكنا مركي بضيضة الله في ريو يبتدرون على الصواري وصام الرئي تيرشك وقال ورد جرين ونوى بو كسو نزنجري. طيب مركز ونضع إلا قها جرو ومرك إلا آذى ما بأقيم قال وضب قبطه ولا في عين مركة قال وإلا تكذا أبو يران وصنضع قبل المغرب إلا لئي ماذا باب صلاة النوافل جماعة صلاة صنضع إلا تكذا أيضا جماعة لو تكناي قارت صلاة جماعة الله وطلق ليبا جرتا صلاة تراويح يكسوفك يكسوفك إيو صلاة نوع عصو كلا كوا لكن فرادة لو تكذا جرتا كوا فرادة لو تكذا مركة قاركوت هذه الجماعة اللي قلتوا كذا لباتهم على عيضنا ذكره أنا أصبع ورية يا شيخي وكي قلوا كذا قلتوا كذا وجماعة عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع الأنساري من صغار الصحابة أبو كمذا شنجر صقوا أبو النبي وحكوا ورية أو وح النبي كوار كيبك الشكرية أنه عقل الرسول الله كتاب العلم بقصه قاضني عقل الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام بو عقليه وعقل وريه وعقليه وريه وحسوسنا مانك إذا كجرته مجة طفتان مجها أوطفي في وجهه وجه إيسا نبي عليه السلام من بير من ماء بير عال بيه سو كانت في دارهم دار تودا كويا لي عال دار تودا كويا لي بيه لغسو داري أولانا انتو نبي عفكو كشبايب وساء وشبايب نكلي محمد بن الربيع أصوى شنجيرة ما قصوا ده النبي ومداعبة مضاعفة وكفر حنا يا عروت يركب عيارج الرسول عليه السلام وفرح جلنجري فرح حاس لجلنا فوائد فربنا ولا قات هذه أصوى شجنا مرك قارة أصوى شعري وكمية تامد هذا عن شجنا على قال الله قاضنا يا بيها فك كجيرة طاهر جيد أفقفك بيها وقريه وكل غلق ذا وقريه حتى يقفك جاران وطاهر لا سيما الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك بركة الله سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم قريها نبي وتجري عروت ولا كفر حنجري ولا يقاضنا يا تواضع الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تواضع عيسى وحتى إنه نسكوين يسنجن عيالك يريركا والله شكيستو كقسليو كفرحيو باغضو انت سلامه ودعي جرتي صلى الله عليه وآله وسلم فزعم مركا انت سيلو مجد هذا وحويان ومسلكا لكن وهكا مركا شاهدك فزعم وحوشا محمود زعمنا بمعنى أخبروي أنه سمع عينه مغلى اعتمام من مالك الأنساري رضي الله عنه صحابي اعتبار أيوه كم مغلي وكان من شهيد بدرا لكن بدر كقيب قريبها اعتبار مع الرسول نبي الله سعود عليه السلام يقول صلى كنت أصلي لقومي بني سالم قوم كايقي حافظة إذن ريب بني سالم بني إمام وهنجري وكان يحول بيني وبينهم أني أعيق وحانك لحر جرواد تق إذا جاءت الأمطار مكي روكي ماضان وتق أسورقه تق أسرع ما إنا قدبه وقت هنجرت فيشق علي وحا إنا يجيازه إنا قدبه قبل مسجدهم وحلقة مساجد حق كانوا جرا إن حق مساجد كانوا قدبه وأوقات كان جرتين فجئت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بانو ماري فقلت له حنكويري إني أنكرت بصري أرى جيبا حقوق إن كرا إنها دورة كاي إنها دورة كاي ضعيف كاي وإن الوادي وادي كنا
الذي بيني أنا وبين قومي نودح هيا يصير واق القلاء والرقى إذا جاءت الأمطار مكن ربك الدعاء ربك ودعه فيشق علي اجتيازه إن قد باقي نبتها وقف وايلة إنها ركض عيف سن بيا وادي أو قل قل يا وأبجي وتجا بيه زمك يسير كان وحب كسعدان فوددت وحاج على أنك هذه الرسول الله تأتي يا ندي ما توفى تصلي هذه قلت كتب من بيتي قل يا مكان المال أتخذ وأنك دكت مصلى مال قلت كذا لبركتي لبركتك هذا بركة هذا كو إياه إلا طلبه تعيين الكعبة تعيين جهة الكعبة أنت تكري كرتو كعبة الجهاد إذا إنا أجاتوب بالتعيين أتقول أجاتو وفي عبد آه هذا مثلا هيسة هذا قاب قلب كان هذا باشا بوسيرة اللي يراه ذو قبل هذا يا كعبة أنت بدن وحملنا يا ولوك السوية سما ولوك السوية باشا ساعد هانت بكرة قبل هذا كوتو سيريس اتجاه الكعبة تاس هذا هلي كرتو إنا إسكي اجتهاد ما إنا إسكي اجتهاده أو ترى هذا وانا إسكي اجتهادي بين المشرق والمغرب بس كتر هذا حكى فيه عن باشا هذا هلي كرتو أما قلب كله أما ساعد تلفون هذا قاركوت وإيش يعني إنا استعماله أنت أي صورة قلتها جهة القبلة إنا حقيقة يقين أكوه شو إنا اجتهاد معها مركز إنك اعتمال إلى هذا جهة القبلة إسكت إسكت اجتهاده لا بد يكر النسوي لكن ما بقى ما يشوف كنت كان صلى الله عليه وسلم وح والنص جهة القبلة أو نبى أي نبي قد جهة عليه الصلاة والسلام مسجد كيس النبي قال كنت كذا مسجد مسكيس من النبي قال ماشي اعتمال من مالك مسجد محوها مسجد بني معاوية مسجد بني معاوية مسجد كل شيء الواقع ده ما كهر هذا وحوله قان غير مدينة مسجد الإجابة مسجد الإجابة بدان حافظ ده أنا دوا على بربوري مستشفى الأنصار مستشفى اللي يرى هذه يو مسجد كلية كوي على مال الله نفخية يو لقسمي مركب مسجد النبي كنت كلية وكنت عايز تيو ليه كاغ بلا دعاء بيت مسجد الإجابة اللي بحيي بني معاوية ما هذا دقران شري والنص أصغره مركب نينك اللي يرى اعتبار نبي هو يرانا يا سماش ونبي كنت كلي وعين نقطة فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني عين المسجد الحرام إنه غريزة ها ما أتخذه مصلى فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه سأفعله ويلي ويهي برسولك عليه السلام شيء ردو شيء حنبه ونهين أما أبك أما مارد ودي أقبلت رسولك فقد دع علي الرسول الله يوصك الله عليه السلام وأبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله صعده كما رأي أكيد يجري علي بن أبي طالب بن بضع محمد رجل النبي عليه السلام وعليه جيت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر مركا بكر رجل بعدما اشتد النهار انت المال انت درات بق كل اي نقط فاستاذن الرسول الله نبي عليه السلام اذا طلبي فاذنت له وانا ادمي اذا هرو سابقا اي ما ايو هيست النبي كما في لا مد كان دمبه مركا غرغا ما تا لربا سي لغا ديارسدو فلم يجلس ما فريسان النبي حتى قال الى كيري اين تحب حق جعش ان اصلي من بيتك غرغا ان كنت قد حق جعش هذا الا النبي عليه السلام سوريا او ما يمانن يريتان سوريا لو يرى أمي معنا سيد حديثك أم سلام يوم استانته ملايكة أنت أو يرى أنت ما كنا كذب وصلاتك كذي نبي وصلاتك كذي لكن أرنت نبض مهمة الصلاة لو يرى وحقوق إمامي ونبي كوب الله ربي ساسوي لما الرواية ساسو كردوين فأشرت الله حنو إشارة النبي إلى المكان الذي ماشي أحب أن جعل أن أصلي فيه أن كنت كذا فقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي ويستاقي فكبر صلاة بوقلوك بارتي وصففنا وراءه أنك غير كنت قرير يحافظ وحي إيمان كري وشك سيجر مكو نبي قاعد مقرين هل كما صفرني فصلى ركعتين لما رقع الله بالنبي قد تكري وبرق وصلاة الضحى كو وصلاة النهار لما رقع الله تكري انت بوليد بالإشرايا ثم صلما وسلاما نقصد وسلمنا وسلاما نقصد حين صلما مكو نبي سلاما نقصد فحبسته نبي قاعد ريبي حبسته وكوضا نبي قاعد يرنقيه ريبي على خزير أي ريبي حقو قوت أهو سوريا يا عسوماد أنا سميه أيان أنا بوجوك وهرب إياه بضيع واحد صدر داري ويانه معن يسرع له نبي عليه السلام ده هرب إياه وبضيع وجهه ده صدره ومعن ده خزير يسرع له نبي عليه السلام لا سميني فسمع أهل الداري حافظي أهل الدار وحلاوة أهل الحي حارضة حافظي أيه وحي مغلين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي جور جينو جو إتمام من مال جوري إذا نبي عصوز يرتمنت نبي قال المرة بلج وجين مسالك يستجعين هذا رح يزجارة يا محبة جارة حافظ وادي بوجيمت فثاب وحصار ورجال منهم حكم من حافظ حتى كثر الرجال في البيت قولي بكسب تيمبا فقال الرجل من والله حصار وشكال سوقاوي من باو حوز ما فعل مالك هبل محسمي لا أراه ما بعركه حق خيارتي وياي معذن هبل محرر فقال الرجل منهم من باو حوز كميدة ضدك ذاك منافق ومنافق لا يحب الله ورسوله لا يحب الله ورسوله إلهي الرسول منا ما تعلو وحول لي ما لا يؤسر دلائي هاي
marka waxa meesha ka dhacday nin xantay nin iyo nin sabab ugu ahaa dadka qaar dadka inaan xamaanin baa laga yaabaa laakiin wadadii bay bixinayaan war hebel away wuxuu soo hadal qaadi ninkii buu soo hadal qaadi wuu ithaaren hebel away miisku soo saaray markaasaa deena la mudaawaleen hebel miya hebel miya waxaasoo arrin adaa ka dambeeyey waxaa lamid a iyaguna kuwa dhagaysanaya oo u jincinaaya oo u qoslaaya oo iyaguna dhinac ka muusanaya jira wa fiikum samaacuuna lahum bilahin kuwa dhagaysanaya iyaguna waa dembiilayaal wey intaas marka labadoodii khaladka galay nabi maxamed ka dhex bixiyey calayhi salaatu wasalaam nabiga ka dhex bixiyey oo faqaala rasuulullahi wuxuu yihi sal slam laa taqul daak saa hadhihin tan waxaa la yidhaahdaa difaac cirdu lmuslim qofka muslimka agtaada wax lagu sheegayo cirdigiisa iyo sharaftiisa wanaagna aad ku taqaanay inaad difaacdaa la rabaa oo tidhaahdo laa aclamu ilaa khayran khayr waxaanan kuma ogi garanaysaa xadiidkii kacab binu malik marka wax laga sheegay fii qaswati tabuk waa kii dhihi jiray mucaad radi allahu canhu rasuul allah ninka khayr waxaan bisa maa qult intuu yihi khayr waxaanan kuma ogi laa taqul daak saa hadhihin buu nabiga calayhi salaam yihi alaa taraahu miyaadaan arki qaala laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika wajha allah xukun baad riddaye waa munaafiq baad tiriye soo kan waxidka ee tawxiidsanaya maaha ee nagu jiro faqaala ninkii isagaa waa hari waaye sababtii buu sheegay allahu warasuulu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa na dhex fadhiya hadda nool ayaa aclamu yaqaana markuu nabiga joogay calayhi salaam saasaa la dhihi jiray amaa naxnu annaguse fa wallahi baan ku dhaaranay maa naraa oo ma aragno ma aragna ninkaa wuddow jeceylkiisa walaa xadiidahu sheekadiisa ila almunaafiqiin ilaa ila almunaafiqiin munaafiqiinta muu jecel yahay oo la socdaa oo saasaa markaa ugu xumbaaray haddee sababtu ma munaafiqnima waxaa dhici kartaa inay tahay dacwaba uu ku dhex jiraba ninkaa dadka munaafiqiinta la socdo inuu dacwo u dhexoodo soo dumaayo u sheekeenaayo yaa laga yaaba oo dad keeni rababa waxaa dhici karta inay tijaare iyo shirkadii ay yihiin oo adduun iyo umuraha ay ka dhexaysaa dhici kartaa mudaaraad baa dhici kartaa sharkoodii xumaantooda inuu rabo inuu ka badbaado wax kastaa iska dhici karee faqaala rasuulullah sal slam wuxuu yidhi waa runtaa muuna dhihine welitii buu daba socdaa nabiga calayhi salam inaan lagu degdegayn qofka in la gaaleeyo nifaaq iyo gaalimo lagu xumbaaro fa ina allaha qad xarama cala annaar ilaahay naarta wuxuu ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allah qofkii yidhi yabtaqii bidalika wajha allah wajha allah ilahay wejigiisa oola jeedo asalkuna waa sidaa daahirkaas annaga xumbaaraynaa yabtaqii biwaji illahi baan dhehnaa ikhlaas iyo dadka qaar baa waxaad arkaysaa yacani qof baa laga yaabaa inuu wax sameeyo ama wax ku hadlo markaasaa wuxuu leeyahay ikhlaaska ilaahan u arsuqay iyo waxbuu u yar sarbeemayaa inuu qofka isagaa uunan ikhlaas ahayn arrimahaasi waa arrimo ilaahay khaas la ah subxaana wa tacaala ilaahay bay khaas la tahay khaas la ah ikhlaaska iyo niyadda qalbiga waxa ku jira rabbi baa garanaya adi laguma raacinin laakiin daahirka qofka wanaag sameynaayo wanaaga ilahay dartii ba oola jeedaa saa baan ku xumbaaraynaa qaala maxmuud faxadadtuhaa maxmuud ibnu rabiic xadiidka cijbaan buu ka wariyey markaasuu wuxuu leeyahay faxadadtuhaa xadiidkii baan dhex dhigay oon u sheegay qowman qowm saxaabadii iga waaweyneed kamida fiihim abu ayuub uu kamid yahay abu ayuub alansaari saxaabiga jaliilka radi allahu canhu khaalid binu zayd saaxiibu rasuuliillah saxaabigii nabiga fii qaswatii duulaankiisii uu abu ayuub la socday allatii tuwfiya fiiha lagu oofsan doono qaswadii ruum loo duulay lagu duulay ee yasiid binu mucaawiya uu ciidanka hogaaminaya xilligii mucaawiya bin abi sufyaan ee can dariiqi albaxri intii lagu duulay qubrus meesha la yidhaahdo dhulkaasuu ku xabaalan yahay abu ayuub alansaari ruum baa lagu duulay in qusundiiriye la qabtay la rabay xilligaas ay bilaabatay in nabiga calayhi salaam arrintii iyo ducadiisii iyo ajirkii uu sheegay qusundiiriye qabashadeeda in la helo halkaasay xilligaasay bilaabatay markii dambena maxamed alfaatix ayaa ku guulaystay arrinta ayada aheyd ayaa lu dhex socday marka wuxuu leha qaswada ayada ee ku dhiman doono intuuna dhimanin aba ayuub dad uu ku jiro yaan xadiidkan u sheegay wayasiidu min mucaawiyatu mucaawiyata yasiid bin mucaawiya calayhim korkooda madax u ahaa beardi ruum baa lagu duulay dhulkii ruum faankaraha calaya dhalinyaro weye maxmuud binu rabiic odaygii aba ayuub alansaari ah waa igu inkiray aba ayuub baa inkiray qaala wuxuuna yidhi wallaahi maa adunnu u malayn maayo rasuulallah sal slam qaala inuu yidhi maa qulta waxaa tiri qadun weli laa ilaha ila allahu baa janna lagu gelaya yabtaqi bihi biwajhi illahi baa janna lagu geli arrintan gaabanee soo dhaweysay marka arrinkaa inuu nabiga ku hadlay u malayn maayo buu yidhi wuxuu leeyahay fakabura dalika calaya wiil yar baa tahay wey warka annaga maana maqal fakabura dalika calaya arrinkii baa igu cuslaaday oo igu weynaaday odayaashii aan u sheekeynayay oo dhexdoodii lagu ceebeeyo la yidhi waxba maada ku hadlin fajacaltu lilaahi ilaahay baa baan u nadray calaya korkayga in sallamani hadduu id nabadgeliyo dagaalka ka nabadgalo xataa aqfura ilaa aan ka laabto oon madiine ka tago min qaswatii qaswadeeda ilaa aan ka laabto haddaan nabad ku noqdo an asala inaan weydiiye canhaa xadiidkan iyo qisadan citbaan binu malik sheekhaygii radi allahu canhu weli waa nool yahay in wajadtu haddaa baan ku gaalo xayan isagoo nool fii masjidi qowmii qowmkiisa masaajidkiisa dhex fadhiya meeshii loo asteeyey buu iskaga tukanaya haddaan oogu tago isagoo nool inaan weydiiye mar labaad oon caddaysto ayaa sharad ah ilaahay buu ku nadray
فغفلت وان صور نقضي بوليه فأهللت وان صور حرمضي بحجة حج بان صور حرمضي مكا صور نقضي أو بعمرة عمرة صور نيوذي سو قدون كي ألقى سو قدوني أرض الروم ثم صرت وكازان صور سعودي حتى قدمت المدينة وحجيا ما وعمريستي كدمنا المبارد اسم مدينو إماضي فأتيت بني سالم لمن كي ريب بني سالم حفظه ذي أيان إماضي بي فإذا عتبان شيخ عتبان من مالقها وابكا شيخ نضي ويعماء نبه ريسفي عن يصلي تجينا يلي قوم قوم كيسي مركي وارواك إلا أنكرت بصري هذا وين نبه ري أزيو قوم كي تجينا يا أيانو ما لماشي الله استيهي فلما سلم من الصلاة مكو صلاة كبحي سلمت عليه وان سلامي وأخبرت وحان أشيغي من أنا قفك عن هاي بانسو شيغي إلا إمارك أيه محمد بن الربيع أردك هذه هو ري أيانا هاي ثم سألت وحان ويدي عن ذلك الحديث بالحديث يقول الشيخو فحدثنيه واي شيء كما حدثنيه اول مره مركي اور ريس يقول شيغي ايو هذا يوسو علي بير صاحب ما كنت اغنى هي ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه هو اسمه سيي مكا استثبات ما اشكال من الطالب قفك ارضي او حكا اشكال قالا انو سكتو او شيخي سي كو نقدو او علمده كلابتو يا لا قادنايا قفك واخ لا سغنايا انو كعليو حدي لا باادو مساله ايده شيغتي ولي ما اغما دادين اي ما رت واي لوي بل يغو علي هدو كيرادو ودو علييسا طيب باب التطوع في بيت سنة بيت كغرية لغو سنة يستنعي غرية لغو سنة يستو وان غرية لقدينين صلاة فرض كمساجد كتوكو سنة نقار كمينة مساجد غرية يال وحي جماعة ومساجد اللو تلقى ريموين حدث قار كمينة مساجد كتوكو دم مالي لكن غرية لغا هجرين حدثنا عبد الله على بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميم وعبيد الله بن عبيد الله بن العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحو نبي يري اجعلوا يالا في بيوتكم قريهنا قدودة من صلاتكم سلاذين قار كاملا من بعد صلاتكم يالا ولا تتخذوها قريها كاليقنا قبورا قبورا كاليقنا قبور لقوبتو كذا لقو مع عبادة اهل قبور كانوا مع عبادة استان مركا قريها كنتو كذا يعني قلوا لقوبتو كذا اخلاصك حق اخلاصك ايا مارتي اقولوا قريها هذا هداد كنتو كذا مركا مسايك الجوكتر هداد عبادة بضان أطلي مانيسو قريقنا على القرآن إيه استغفار إيه سنة إيه وحبال الإيمانين ما في عنا حلقة قارك أعطاه قريقنا على جوكتو إيه كل عبادة إيساته وحي تسيسا إخلاص وحات تسيسا وحاكم مقلا يحقوارك من دم لها تاكا ساوا من دفا يذك بدوي فإذا اللبات بركاء يا قريقنا يا إيمان إيهان إيساو إلهي وكو قلنا يا صلاة تكون إيسا بركاء إلهي كو قلنا سبحانه وتعالى قلب كسادحات هوانك يا عرورتي إيو أي صلاة برم وزاو تكون إيسا برم وكو ديان أيضاً هو نوع رسالة ونوع دعوة وتربية أنت بواحوي فإذا أسمى إلى هذا تابعوا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد وي أنا يوبا أيوب بن أبي تميمة وهيب متابعنا يا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة أيه أنجو جينا مياه أبتر بس وايه هلقا جو جينا الله أعلم بالله توفى صلى الله وسلم على محمد